مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر هنا من مدينة اكادير، وفي هذه الجولة بشوارع المدينة. كما كتشوفوا معنا ساعة قبل الفطور، وغادي نكتشفوا جميعا يعني الاجواء كيف دايرة هنا في مدينة اكادير في دقائق قبل بلوغ اذان المغرب صلاة اليوم. اللي غادي نشوفوا يعني كيفاش داير الاجواء هنا في شوارع المدينة اخواني الكرام. كما كتشوفوا معنا اخواني الكرام، فمن خلال هذه الجوله القصيره اللي غادي نقوم بها هنا بربوع هذه المنطقه اللي هي الوفاق الكبير، غادي نشوفوا يعني دقائق قبل وصول مغرب اليوم غادي نشوفوا يعني الاجواء في الازقه والشوارع كيفاش دايره، باش نكتشفوا معكم اخواني الكرام يعني الاجواء التي تسبق الفطور، ونشوفوا يعني الناس واش محترمين الحجر الصحي او لا، والناس واش كيخرجوا او لا، والناس يعني واش ملتزمين بالحجر المنزلي. كل هذه الاشياء غادي تكتشفوها معنا من خلال هذه الجوله القصيره التي سوف نقوم بها بالازقه والشوارع ديال هذه المنطقه اخواني الكرام. خلال الأزقة والشوارع ديال هاد المنطقة، فالناس يعني داخلين المنازل ديالهم ملتزمين، وهذا الشيء صراحة يعني كيفرح جدا. كتشوف يعني الناس ملتزمة داخل المنازل ديالها ومحترمين أيضا حالة الطوارئ والحجر الصحي والحجر المنزلي، وكنتمنى أن جميع الناس بالمدن المغربية أنها تحترم هاد حالة الطوارئ وما تخرجش نهائيا إلا للضرورة القصوى إخواني الكرام. تحياتي لك أختي فردوس تمزارت. صراحة الناس ديال أكادير فعلا كاين واحد الوعي وكاين واحد التزام تام بالحجر المنزلي وحالة الطوارئ.
تحياتي أخي الحسين، أيضا محمد من مدينة الدار البيضاء، تحية خالصة لك أخي الكريم، شكرا لك. أنتم كتشوفوا الناس يعني تبارك الله ملتزمة التزام تام، يعني ما كاينش نهائيا الناس ما خارجينش نهائيا. صراحة هادشي بطبيعة الحال غادي يخلي الحالات أيضا الوبائية تقل أكثر فأكثر، وإن شاء الله الرهان ديالنا هو صفر حالة بإذن الله تعالى وبركاته. صراحة كما شفتوا إخواني الكرام، مساء التزام تام بحالة الطوارئ الصحية من طرف الساكنة ديال مدينة أكادير. كما شفتوا جل الأزقة خالية، وهذا الشيء كيبين وكيبرهن على الالتزام التام للساكنة ديال المدينة، وأيضا الناس اللي ولاو كيوعاو بخطورة الوضع، وهذا الشيء غادي يخلي الحالة الوبائية إن شاء الله تحسن عنا يوم بعد يوم، وهذا الشيء اللي كنتمناه بطبيعة الحال. وتحية تقدير واحترام لكل الملتزمين أينما كانوا، سواء الناس ديال أكادير أو غيرها من المناطق اللي صراحة كتبين وكتبرهن على الالتزام التام ديال الساكنة السوسية عامة. إخواني الكرام،